شاب أقسم بالله حكم عليه بالقصاص. زرناه في العنبر المثالي، اسمه سيف القحطاني، قعدنا نسولف معه في العنبر. رجل فيه الخير، أخويا وأخوك، لكن لحظة نزعة شيطان حكم عليه بالقتل، حكم عليه يا جماعة، طلع فيه صك قصاص. قلت سيف أنت الآن بين أربعة جدران ولا يعلم معاناتك إلا الله، وأعرف أن فيك الخير والبركة، وهذا قدر الله عليك، لكن كيف أنت القرآن؟ قال والله يا خالد أبشرك إني قد ختمت القرآن مرات ومرات. قلت بيض الله وجهك، لكن ليست العبرة بكثرة الختمات، العبرة بالعيش مع القرآن وتدبر القرآن. يا سيف عش مع أواخر سورة الأنبياء، وعش مع آيتين في سورة الزمر. اسمع حبيبي الغالي تلك الآيات، يقول الله في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يا سيف بإمكانك وأنت في العنبر وأنت في المصلى أن تقول: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أواخر سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نوجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الآيتين الثانية في سورة الزمر آية 35 إلى 37: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من من جاءك يزعجك أو يقلقك أو يهددك أو يخوفك بمن هو أقل من الله، أصلا ما يستحق أنك تفكر فيه أصلا أبدا، لأن خوفك بمن هو أقل من الله. فيقول الله: أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من
ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز أليس الله ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله يا سيف. اسمع هذه الآيات اللي كتب الصك من هو قاضي صح على عيني وعلى راسي لكن المدبر في السماء أليس الله بكاف عبدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ترى يونس بن متى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو في ظلمات ثلاث وكلها ظلمات بعضها فوق بعض وأنت ما شاء الله في مكان يأتيك من يأتيك لست في ظلمات تكفى اسمع هذه الآيات تأملها قال ابشر صدق شباب أن من سلم قلبه لهذا القرآن والله أن الله سيغير حياته واقعا حتى لو حكم عليه بالقصاص يأتي يا شباب وعاش مع هذه الآية تقريبا أسبوع أو أسبوعين أحد الشباب أرسل لي رسالة طبعا كان عنده جوال في السجن سيف قال يا خالد بعد الهجرة أرسل لي رسالة يوم الثلاثاء قال يا خالد جانا خبر إن سيف يمكن اليوم يقصون به أرسلت لسيف رسالة قلت يا سيف زود في العيار اسمع القرآن تدبر تلك الآيات وتذكر أن من كشف الضر عن أيوب سيكشف ما بك وأن الذي أجاب يونس ابن متى في ظلمات ثلاث سيجيبك أليس الله بكاف عبده الله يا شباب وأنا على قناعة تامة وحسن ظن بالله أن الله لن يتركه أرسل لي قال أبشرك تأجل القصاص من أجله أليس الله بكاف عبده من أجله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تمشي الأيام يا جماعة الأيام الأسابيع وما زال سيف يعيش مع تلك الآيات ويقوم بها بين يدي الله وقد أفرح ربه بتوبته وانكسارته وبصلاته وبتخلصه عن كل معصية نعم يا شباب حتى يأتي ذلك اليوم الموعود يوم الثلاثاء يا جماعة يقول سيف والله أنا يا خالد اللي صلى بالشباب في العنبر صلاة الفجر فقرأت في الركعة الأولى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي الركعة الثانية قرأت أليس الله بكاف عبده انتهيت من صلاة الفجر وأنا أعلم أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله جاءني العسكري بكل هدوء قال يا سيف اكتب وصيتك واستعن بالله يقول تلك اللحظات الحاسمة اقسم بالله ان الله ربط على قلبي
وأنزل على قلب السكينة والطمأنينة. يقول الشباب اللي معي في العنبر يودعوني بالدموع، يودعوني بالدموع، أنا ورب الكعبة ما كأني سأروح وسأذهب إلى ساحة قصص، كأني سألتقي بأعز أصدقائي ومن سيسليني. ربط الله على قلبي في تلك اللحظات الحاسمة، لا، معي صديق وفي، معي صاحب صادق، كان مصحفي في جيبي. والله إني عند باب بوابة العنبر وكأن الله يقول يا سيف افتح المصحف. قال ففتحت المصحف فوقعت عيني على آية في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكأن الله، وكأن الله، وكأن الله يبغى يسليني لآخر لحظة. قال وصلنا إلى مدير تلك الشعبة وكان رجلا مؤدبا مهذبا، فقال لي يا سيف ماذا يوصيني يذكرني بالله؟ يقول أقسم بالله أني طالع من العنبر فيه ضحك فيه أنس بس أخاف أحد يشوفني. قال الرجال وسوس، وما علموا أن الله جل جلاله قذف في قلب السعادة والسكينة والطمأنينة. بل والله يا خالد كل ما جانا داعية في السجن وذكرنا بقصة شيخ الإسلام حينما قال وحينما سجن: أنا جنتي وبستاني في صدري، والله أن جنتي وبستاني في صدري. فركبت الباص، والله ما خطوت خطوة إلا قرأت في هذه الخطوة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأردد: أليس الله بكاف عبدا. والله حتى أيام السجن كان يقول لي أبويا: يا سيف حصلنا واحد واصل. قلت: أسألك بالله يا أبويا ما تزعج نفسك، أنا قد اتصلت بالله الواحد الأحد. قلوب تعرف الله يا شباب، قلوب سلمت أرواحها لله وللقرآن. يقول ركبوني وأنا في الباص وأردد: أليس الله بكاف عبدا، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال والله حتى وصلت إلى ساحة القصص فتحوا الباب، أول شخص التقيت به أبو المقتول، فوقعت عين على عيني. قال لو كان بإمكانه أن يصنع شيئا لقتلني. قال والله أنني تبسمت في وجه ابتسامة الراضي وأنا أردد: أليس الله بكاف عبدا، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن تذكر قول الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعان. كان نزلت. اسمع حبيبي الغالي، اسمع طول السجود وبركات طول السجود وتلك الدمعات وتلك الدعوات كأنها رصيد له عند الله. الله يدخرها لك إلى لحظات حاسمة تتمنى من يقم معك ويغيثك. لن يقم معك، لن يغيثك إلا الله. قال والله إني وصلت، أمامي كومة تراب، والله إني نازل على ركبتي وأنا أردد: أليس الله بكاف عبده. لحظات ما هي سهلة، أنا أردد: أليس الله بكاف عبده، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله من فوق سبع سماوات شغال، الله هو القادر، الله هو مقلب القلوب. في لحظات كان عسكري خلفي، قلت له: يا عسكري أعطني المصحف، أبا أختم حياتي بالقرآن والذكر وأنا أردد: أليس الله بكاف عبده.
والناظرت براسي وانت عسكري يعطي المصحف، فوقعت عيني على عين ابو المقتول لحظات حاسمة، فوقعت عيني على اعين وعيني ابو المقتول، فاذا بتلك العينان تذرفان. قلت والله جاء الفرج، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. رجعت قلت في نفسي الله يرتب لي شيء، وانا في تلك اللحظات الحاسمة اسمع واحد من وراء يقول اشهدكم يا حاضرين.